بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الشيخ الفضيل أيضا يا الشيخ الشيخ يمين ما يهي معلم على هاتف هذه وطايت على قاضي أيضا. أنت كذب شاركو نصوص بدن القرآن وإطلاق إساس وأررتين شارك الله صلى الله عليه والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب إلهي سبحانه وتعالى مركو التلمام يا إلهي كالقين لعابده والدك الله إحسان فلا صلى الله يلا صلى الله يلا تدكي الله سمى فلا يوحى الغدر إنو يهي جارك كيس الدو يكيس الدروكسا مدول بين الله صلى الله عليه مركا ما شقادة شارها كقول النغضو أما قريقة شارها كقول النغضو ما يشو الدونة شارها كقول النغضو شارك إن له دادالة حنين وذكرنا حديث الصحيحين كقول الله والنبي قل عليه الصلاة والسلام جبريل كمزولين إنه يقال الدار دارما شهر كارن كيس إلى يعني سلور ملا وابلا سبح للدونة إن وشهر أردن أحاديث بدن بدن بان النبي سكنات ودي جارك والرميسة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاري صحيح مسلم كقول الله أما خير الجيران عند الله خيرهم لجاري أدب المفرد شيخ الألباني الصحيحي أما من سعادة المرء الجار الصالح بنبي كت المامي أدب المفرد شيخ الألباني الصحيح كت المامي نصوص طوات رب ضمت جارك والرميسة سعى موقع والرميسة مركا اعتماده جارك قالك وحق لي حقوق إن الله ظلمين أف يأدن يعرب يئل يمال مدنا بلغو ظلمين وحق لي هي وحيابا بدن الدين تايكا والرميس ما دام وقتك يري وحتى المام دونه حسن الجار كما جار وناك سنيدا وحكم دا كو وحوينا هاي سواء الدين ندقار سيسو وده يهودي للدقال لما يهي مركا دقال كوسع دي بو نبي قو حكو يري دقال كي خيبر مركو عالي عيدا مدى مدى حقر دقاي لن يهدي الله بك رجلا واحدا هل قف تتكون نبي قو كالدر دار ما يهو يهودي محاربة يهودي للدقال دقال لنسان ايو نبي قو حليه هل مدى إن ألا قو حنون يو ايه وحي كاغا خير بدن تهي قل عس عس تي يهودي كولا شار كان كولا دغالمين حالكي سو مركان مخن نقونيا دي يهودي كي دغالمين عين كالا لي كان شار كاغا حالكي سو مخن نقونيا وهلنا اصليا قفك مسلم كاه وقفك سي خير كقيبنيا وحو جاركو ادو سمين كرتا ان صدقه سيسو ادو فقيري ما هي الزكاة دي زكاة مسلم كون بالله سيئة لكن صدقة مطلقة والله سينكرة وإليه وكا قرآن كنت الماما ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأصيرا تتكي وناك سلامك إلا تلمامي وهلا يلي عنا السيانة ويقوديا يا الله قودنا يا يقول عنا دولي بتشعل وحان آدو قوين سقوة أي وحيسين ينبال يلي ويطعمون الطعام على حبه مسكين يا يتيم يا أسير بالي أسير كأياد وكبر رمي سواء محي وقال المحارب الله صغر طيب ما ها أسير مسلم ما مرسيجو جي مجرو ونبي عليه الصلاة والسلام سيدان دايما كددك انت اللي قبطو حبسك الله لقى حبسك وددك كل حدي جري مجرو أسير كالقى ورمي وحويان قال دقال لسك قهر يمي ودبتنا لغا إتال بطي أو لغا بطي هدي قال محارب وأصير نقضي إن طعام كي لسين إلهي قرآن كوشيبي شار كاغا قال كا طعام كي سواكا وليسي مركات مدام حق جار نمن اللي يهي صدق مركا وكوبا حسابين اللي يهي إن وانا كي قرآن كإلهي كنت المامي سبحانه وتعالى أسماء بنت أبي بكر مركي هو يدي دو مشركتي بعد الصلح الحديبية يتمي إلهي وكورما إلا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين إلهي لا الله إذن كمن ريبي
kuwa aan diinta idinkula diririn guryihiinana idinka saarin an tabaruhum watuqsituu ilayhim in allaha yuxibu lmuqsitiin, inaad u samafashaan oo aad xidhiidhiso. Nebiguna markay u sheegtay xidhiidhi buu ku yidhi, afaasiluha markay weydiisay su-aasha ah, nebigu calayhi salaatu wasalaam xidhiidhi buu yidhi. Idan jaarku diin waa loo sheegayaa, sadaqo iyo hadiyad iyo wax wanaagsan waa la siinayaa, mucaamilada caamka waa lala yeelanayaa. Waxaynu ognahay nebi maxamed ba inuu geeriyooday calayhi salaatu wasalaam isagoo diriciisii dagaalku uu marhuun yahay cinda yahuudiyiin. Idan hadduu jaar noqdona fahuwa awla, mucaamalada ama tijaariga ama wax laysweydaarsanayo waa lala yeelanaya. Jaarnimadu waxay leedahay bayn leenahay markaa inaad jaarkaaga carabkaaga ku dhibin oo maagin oo wax ka sheegin, waxay leedahay inaad isha ku dhibin. Ishu dee jaarka lama khaawiso, khaawisaada soo mataqaanay, isagoo aan ku arkaynin inaad hablahooda ama guriga dadka jooga ama waxaasi aad meelaha ka egeegto, laa yajuusu sharca. Waxaa ka mid a inaan la dhegadhegaynin, inaad dhigta u dhigin. Waxaa ka mid a nebigu calayhi salaatu wasalaam dunuubta waaweyn waa kii ku tilmaamayay, an tazniya bixaliilati jaarik, jaarkaaga inaad ka zinaysato. Waxaa ka mid a inaan gacan lagu dhibin. Idan dhulmi dhammaantii oo dhan inaan jaarka loola imanin baa muhiima. Waxaa ka mid a wixii cawradiisa in la asturo. Waxaan leenahay markaa xuquuqda waxyaabaha isbesifiga ah ee shareecadu ay reebtay qofka gaalka in loola yimaado unbaa hadhaya. Maalan sidii salaantii oo kale inaad kaga horeynin. Salaantu waa tii assalaamu calaykum ahaa, tan Farajiga, laakiin umalayn waaya inay dhib leedahay morning iyo kuwa sidee salaan ileen maahe iska warrabadu ma filaya inay mashaakil ku jiro, laakiin waa salaantii islaamiga ahayd ee assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Jaarku wuxuu xaq leeyahay haddii mayduu ka dhinto inaad tacziyeyso, laakiin tacziyada lama socoto. Intii aad qofka muslimka ku odhan jirtay ahaa maydkiina allah u naxariisto iyo dembigiisa allah dhaafo, taasi lama socoto. Laakiin adiga sabir ha lagu siiyey iyo khulfi ha lagaa siiyey iyo wanaag ha la helo, dhib maaha. Jaarkaaga waad u ducayn kartaa, laakiin hidaayo iyo waxyaabaha dunawiga haddaad ugu ducayso dhibi kuma jirto. Oo nebigu calayhi salaatu wasalaam abu hurayro hooyadii dee oo mushrikada waa kii u ducaynaya laa ilaahu hanuuni, ama reer doos oo dhanba markay diinta soo geli waayeen qabiiladaasi ee loo yimee la yidhi nimankaas waa niman dhib badane, waxaanu rabnaa in aad habaarto. Nebigu calayhi salaatu wasalaam ma habaarin, allahuma ahdi dawsan waatinii bihim buu yidhi. ilaahow reer dows hanuuni oo ii keen. Marka waxaan leenahay dacwo aad faafisana cidda ugu xaq mudan leh ee waa jaarka iyo dadka kan. Booyasadiina diinta ma u sheegtaa anigu isagoo ku shaqaysataa ma booyasada waxa la dhahaa tan gurigeeda ka shaqaysa maxaa tidhahdaa? Antiig. Okay, antiig waa sawaaxili miyaa? Waa kelmad cusub aan bartay, sawaaxiliga dhowr eray baan aqaanaa imika. Okay, antiigaasi miyaa adeegsataa mise wax kale u sheegtaa? Iya, waxay ahayd inaad diin u sheegtaan. Adeeg qura maaha. Nebigu calayhi salaatu wasalaam ilmihii yaraaye yahuudiga ahay u shaqaynayay muxuu ka yeelay markii la yidhi uu xanuunsanayo, inuu u tago oo diin uu u sheego oo waa bihi yidhaahdo aatic abalqaasim aw dabatana salaamnimo ku dhinto oo uu nebigu ilaahay ku mahadiyo inuu ilaahay kaa naar ka badbaadiyey. Idan waxaa ku soo koobaya maadaama waqtiga wadaadku xadiday yar yahay, nusuusta caamka ah ee jaarka warramayso dhan waxyaabaha yar ee nusuusta sharciga reebtay mooyaane jaarku uu soo gelayaa, sawaan kaana kaafiran aw musliman, midku dooraba ha ahaadee, xuquuqdaasi dheeraadka ee gaalka kaa fogna aanu lahaynna wuu kugu leeyahay ee ah xusnuljawaar dhammaantii. Waxaan ku gabagabaynayaa waxaad safiir ka tahay dadka muslimiinta ah, dadku qalbigaaga wax ku jira ma oga, laakiin dhaqankaaga ama ku islaamayaan ama ku didayaan. Dadka saad ula dhaqanto
ayama islaamnimadii ku soo jiidaysa ama didinaysa, idan jaarkaaga haddii aanad dhibin. Nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi, jannada ma galo qofka aanu ka nabadgelin jaarkiisa bawaaqdiisa. Xadiidkii Muslim, qofka aan wallaahi laa yu'min wallaahi laa yu'min, xadiidkii kale Bukhaari, waa kee bay yidhaahdeen ilaahay rasuulkiisi uu kaasi jabiye, waa ka aanu jaarkiisu dhibtiisa ka nabadgelin buu yidhi. Idan waxaan leenahay jaarku ama gaalahaada ama muslimahaada dhibtaada horta waynu ka nabadgalaa. Wa dhulmu nnaas ma banaana, khaaliqi nnaasa bikhuluqin xasana, halkan bay noo taalla. Hadduu jaarnimo markaa helayna, xuquuqdii jaarnimada ee dheeraadka ahaa ee uu samafalka ahaa buu leeyahay. Waqtigiina malaa 3 sekad maan dhaafay, halkaa ku joojiyo. Asalaamu calaykum waraxmatullah.